السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسرور مشاهدينا الكرام على قناة الفجيرة مطلع الشمس وفي برنامجكم من 7 على 7 اليومي اللي يأتيكم اليوم الأحد اليوم الخميس، جولة نشوف فيها الأخبار المختلفة اللي تكون في دولة الإمارات. أمسي عليك مروة بالنور والسرور. يسعد مساك يا عبد العزيز ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. بنتم وياكم إن شاء الله على الهواء مباشرة لين الساعة 8 و10. طبعا بداية حلقتنا يا عبد العزيز، بداية حلقة نحن بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بمزيد من الأسى والحزن نتقدم بخالص العزاء لفقيد أحد الهامات الثقافية الهامة في الإمارات والوطن العربي، فقد توفي مساء أمس الثلاثاء الشاعر والكاتب الإماراتي حبيب الصيغ الذي كان يشغل منصبي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وذلك عن عمر يناهز 64 عاما. ونعى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حبيب الصايغ في تغريدة على حسابه بتويتر قال فيها: فقدت الإمارات اليوم أحدى أعمدة الإعلام والصحافة والأدب، رحم الله حبيب الصايغ واسكنه فسيح جناته. وأضاف: سيبقى عمله وشعره وكتاباته المحبة لوطنه خير إرث له، وستبقى الأوطان خير شاهدا على أصحاب الأقلام. اللهم ألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. اللهم آمين. وفقدت الإمارات الأديب المبدع وصاحب القلم الذهبي، وهو لا يزال في قمة عطائه الفكري وحسه الوطني، فقدنا قامة ثقافية بتبقى حاضرة حتى ولو وراها الثرى. وكان الراحل قد ولد في عام 1955 وحصل على إجازة في الفلسفة عام 1977، ثم الماجستير في اللغويات والترجمة عام 1998 من جامعة لندن، وعمل في مجالي الصحافة والثقافة، وقد شغل مناصب سابقة عديدة منها رئيس تحرير مجلة شؤون أدبية اللي تصدر عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مدير الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام والثقافة عام 1977، وأيضا نائب رئيس تحرير صحيفة الاتحاد عام 1978، وأسس وترأس تحرير مجلة أوراق الثقافية الشاملة عام 1982، وأيضا رئيس اللجنة الوطنية للصحافة الأخلاقية في الإمارات في عام 1995، نائب رئيس لجنة توطين وتنمية الموارد البشرية في القطاع الإعلامي في دولة الإمارات، ومدير عام مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام، وعضو مجلس إدارة نادي تراث الإمارات، ورئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة في النادي، والمشرف العام على مجلة تراث الشهرية اللي يصدرها النادي، رئيس الهيئة الإدارية لمسرح أبوظبي، رئيس الهيئة الإدارية لبيت الشعر في أبوظبي، رئيس وفد المجتمع المدني الإماراتي إلى منتدى المستقبل، كاتب مشارك في صحافة الإمارات منذ بداية تأسيسها، وله زاوية يومية لم تنقطع منذ فبراير 1998. حرر أول صفحة تعنى بالأقلام الواعدة في صحافة الإمارات، صحيفة الاتحاد، نادي القلم 1978، وأسس أول ملحق ثقافي في الإمارات الفجر الثقافي عام 1980. وأيضا يا عبد العزيز، طبعا وكان يشغل في عمله الأخير رحمه الله تعالى مناصب منها مستشار دار الخليج ورئيس التحرير المسؤول، وكذلك الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ورئيس تحرير مجلة الكاتب العربي التي تصدر عن الاتحاد العام منذ ديسمبر عام 2015، وكذلك رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات منذ عام 2009، رحم الله فقيد الأدب والفكر والثقافة، وألهم ذويه ومحبيه وألهمنا الصبر والسلوان وادخله فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه لراجعون. Thank you.
ودعنا من كان يصوغ حروفه من خيوط الشمس لينير درب العلم والمعرفة بكل أسى وحرقة. فارقنا الشاعر والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أمين عام الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب. أمس الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2019، الراحل من مواليد أبوظبي عام 1955، حصل على إجازة الفلسفة في عام 1977، كما حصل على الماجستير في اللغتين العربية والإنجليزية والترجمة في عام 1998 من جامعة لندن. من روحه خضلا سابت صروف وأهوال وما ساب، فلو يعيد عزيزا راحلا سبب كنا ملأنا فضاء الله أسباب. عمل في مجال الصحافة والثقافة، وكان يكتب زاوية يومية في صحيفة الخليج. نشر إنتاجه عربيا في وقت مبكر، شارك في عشرات المؤتمرات والندوات العربية والعالمية، وترجمت قصائده إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية. كرمته جمعية الصحفيين عام 2006 كأول من قضى 35 عاماً في خدمة الصحافة الوطنية، وحصل في العام 2007 على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وكانت المرة الأولى التي تمنح لشاعر. بعد 50 عاماً من الموت ماذا يريد المدثر بالشعر؟ ماذا يشخبط بالضوء في عتمة القبر؟ لست حياً ولو في المجاز، فيا بدر لا تمتحني بتجربة الشعر في شاعر مات، والشعر في الأصل حي وينبض كالذكريات. رحم الله ثروة أدبية من ثروات الوطن، رحم الله فقيد الثقافة حبيب الصايغ، فإلى جنان الخلد. الله يرحمهم يا ربي يا عبد العزيز. وأيضا كان البارحة عقب ما سمعنا في مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر الوفاة، كان أيضا وفاة خلينا نقول فارس الإرادة خليفة بن دعفوس المهيري، أيضا محارب مرض السرطان لمدة 5 سنوات كاملين. وأيضا فقدنا شخص، بس بتبقى إن شاء الله تفاؤله وإيجابيته وكلماته أيضا قبل وفاته موجودة، وإن شاء الله يعني بقوينا فيها. الدولة فقدت أمس علمين، علم في الثقافة والأدب وعلم في الإرادة فعلا، ومحاربة المرض. نعم، والقوة يعني والإرادة وحب الحياة أيضا. كنا شفنا يعني حتى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وسمو الشيخ حمدان بن محمد نوعه الفقيد رحمة الله عليه، كان فارس للإرادة. نعم، وكان قوة للإرادة رحمة الله عليهم جميعا. آمين يا رب، والله يغفر لهم إن شاء الله، ويلهمنا ويلهم أهلهم ومحبينهم الصبر إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. طبعا عدنا في حلقة اليوم مشاهدين الكرام الحماية، عدنا مواضيعنا اليوم الحماية المدنية للمستهلك. شرطة أبوظبي جمع التبرعات عبر المواقع الإلكترونية من دون ترخيص جريمة قانونية. وكذلك عدنا ورشة عمل في مركز جمعة الماجد بعنوان التدقيق اللغوي أسسه ومهاراته. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لعام 2019. وعدنا إنجاز طريق خورفكان الغربي خلال عام 2020. والحين بنروح لجمعية أم المؤنين في عمان، واللي أقامت ورشة عمل بعنوان لغات الحب الخمسة، وفي صباح يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019. أكيد شو صار يا عبد العزيز؟ طبعا قدمت الورشة قدمت الورشة الأستاذة ميساء الشحداد، وكانت بحضور روضة ميران علي نائب مدير في مجلس الوطني للإعلام في عجمان، وحضور الدكتورة تغريد الحمادي. خلونا نشوف ياكم هذا التقرير.
ورشة لغات الحب الخمسة اللي حضرناها اليوم ورشة جدا ممتعة ورائعة، تبين للناس أن الحب في هالزمن يعتمد على الشخص نفسه، وكيف أنه هو اللي لازم يبادر ويعمل في هذا الحب، وأنه يوافق يقدر يتوافق مع شريك الآخر. المحاضرة جزاها الله خير عطتنا وايد أفكار أن كيف نحن نقدر نتواصل مع الشريك، نتواصل مع الأهل، كيف نحن نقدر نعطيهم هذا الحب ونأخذ منهم هذا الحب. لقاء موفق جدا اليوم كان، وأنا كنت سعيدة جدا بالحب. محاضرتنا اليوم لغة الحب الخمسة للأستاذة والملهمة ميساء شحدات. بحب أشكرها على الطريقة الجميلة لتوصيل المعلومات لأفكار والتفكير خارج الصندوق، لكن بشمولها للعادات والتقاليد، عن أفكار ولغات الحب الخمسة لحياة زوجية، لحياة إيجابية، وتسليط الضوء على بعض الجوانب اللي بإمكانها إنها المرأة إعادة ترتيب أولوياتها وإعادة التفكير في حياتها الزوجية بطريقة مختلفة. بشكر جمعية أم المؤمنين على هذه السلسلة، على دعم الحياة الزوجية للمرأة وتفكيرها في ذاتها وتفكيرها في نفسها وتطويرها بما يتناسب للمجتمع اللي نحن عايشين فيه. المحاضرة بشكل عام محاضرة طبعا مفيدة جدا، لأنه إحنا محتاجين هيك محاضرات، العلاقات الزوجية وغير العلاقات الزوجية. المحاضرة بشكل عام بتفيد الناضجين، بتفيد المراهقين، وبتفيد أي شريحة اجتماعية كرجل أو مرأة مهتمين بأنه العلاقات الزوجية وعلاقات الحب بشكل عام تكون ناجحة. كتير مستفيدة أنا من المحاضرة، الترتيب تبعها كتير ممتاز، وإن شاء الله بدنا نكمل بقية السلسلة لتكمل الفائدة أكثر. بالنسبة للمحاضرة، المحاضرة كتير قيمة، موضوع أنا شدني كتير العنوان، لأنه حاليا نحس أنه الحياة الزوجية بلشت تبرد، خصوصي لما بيكون إليك فترة طويلة متزوجة، فحبيت أنه جدد، لأنه عم تعطي مفاتيح جديدة للحياة الزوجية. فبما أنه الحياة تطورت، فحلو أنه الإنسان كمان يطور حتى لغة الحب اللي بين الزوجين. عبد العزيز، يوم تشتري شيء في الأونلاين وتشي تهتم في مواضيع مثلاً اللي موجودة، حقوقك كمستهلك؟ لا أنا أبداً، يعني للأسف الشديد حتى أحياناً لما أشتري شيء ما يناسبني ولا يكون فيه عيب ولا شيء ما أرجع، لأني أعرف إذا كان أونلاين صعب إنك ترجعينه. حاول حتى إن كان محل، بعض المحلات المش الماركات تحسين فيه صعوبة، يعني كنت مسويها جريمة إنك أنت بدك ترجعيني الشيء. لا بس تقدر أظني، يعني الحين بنتعرف على تفاصيل أكثر. يحتل المستهلك مكانة مهمة في القطاع الاقتصادي، ويعزز السبب في ذلك إلى أن العنصر المستهدف، وأيضا في تقديم المنتجات له بما يتماشى مع احتياجاته الشخصية. طبعا، ويعتبر رضا المستهلك المطلب الأول لأي منشأة اقتصادية، كما تتبع أهميته من محاولاته واستيعاب متطلبات المستهلك وغيرها من الأمور هذه. اللي بنعرف تفاصيل أكثر معنا في الاستوديو الدكتور سيد جمال عبد الناصر، رئيس قسم حماية المستهلك في بلدية الفجيرة. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا حضرتك. أهلا ومرحب فيك دكتور، نورتنا. الله يحفظك. كيف الحال يا دكتور؟ إن شاء الله طيب. لو نتكلم أكثر عن الأطراف المعنية بقانون حماية المستهلك. تمام، حضرتك النهاردة إن شاء الله نتحدث عن الحماية المدنية للمستهلك. حماية المدنية للمستهلك يعني إيه اللي للمستهلك من حقوق وإيه اللي عليه من واجبات، بس دي المعنى. قانون 24 سنة 2006 اتكلم عن خمس أطراف معنيين بحماية المستهلك. أول طرف معني بحماية المستهلك هو جهاز حماية المستهلك اللي بيرأسه في الدولة هنا الدكتور هاشم النعيمي. نعم. وبعضوية أعضاء من الإمارات السبعة. تمام. تاني عضو معني ومهم جدا في علاقة حماية المستهلك هي اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد، وبعضوية أعضاء من الإمارات السبعة. جميل. بعد كده هيئة المواصفات والمقاييس اللي هي اسمها إسما، ودي معنية بأن السلعة تتطابق مع المواصفات العالمية. ده أهم حاجة عند إسما، أن السلعة اللي في المنتج المحلي أو الوطني تكون هي السلعة اللي المواصفات العالمية بتتطلبها. رابع شخص معني بحماية المستهلك هو اسمه المزود. المزود هو المنتج أو البائع أو المورد، كل ده اسمه المزود. دي القانون 24 نتكلم عنه، وهو اتعرفه قال هو كل شخص يستطيع بيع أو شراء أو توريد السلعة أو الخدمة بمقابل أو بدون مقابل لأجل يشبه حاجة عامة.
آخر واحد يتكلم عنه قانون حماية المستهلك هو المستهلك نفسه، ودي اللي أفلاطون اتكلم عنها في اليوتيوبيا بتاعته. قال إن في دايرة كبيرة جدا اتكلمنا عنها قبل كده في نفس البرنامج ده، اسمها دايرة حماية المستهلك، وقال إن كل شخص أساسا هو مستهلك عند التاني من الدايرة دي. يعني المزود هو مستهلك عند المستهلك، والمستهلك مستهلك عند المزود. يعني أنا مستهلك عند المحل، المحل ده مستهلك عند مين؟ عند الشركة اللي بتجيب له الأدوات. تمام. الشركة مستهلك عند مين؟ عند المصنع اللي بيصنع الأدوات. المصنع مستهلك عند مين؟ عند المورد الأساسي أو المنتج الأساسي، والمنتج الأساسي مستهلك عند المحل تاني. فكل علاقة واحدة يستطيع أي شخص من الأشخاص دي يكون مستهلك، ويجي قسم حماية المستهلك يشتكي على التاني. نعم. إنزين الدكتور السيد، شو هي حقوق المستهلك اللي منحها إياها هذا القانون؟ تمام. هو الحقيقة إن قانون 24 يتكلم عن حقوق كتير جدا، يتكلم عن 18 حق، فأنا لخصتهم من المواد. نعم. وبتكلم عنهم سريعا في عجالة عشان وقت البرنامج. أول حاجة قانون 12/2007، قانون 24/2006 اتكلموا عن 6 حقوق. 6 حقوق دول مهمين جدا. أول حاجة الحق في الحصول على المعلومات الشخصية. لازم السلعة يكون لها معلومات وبيانات أنا كمستهلك أحصل عليها. ما ينفعش اديني سلعة ما لهاش معلومات، لازم ناخد معلومات. العديد من المواقع الإلكترونية اللي أو الأسواق الإلكترونية، خلينا نقول دكتور السيد، أن في تحت يمكن استرجاع المبلغ، يمكن استرجاع القطعة إذا ما عيبتك أو إذا ما كانت مواصفاتها جيدة، صح؟ تمام. ولكن العديد من الناس يوم يطلبون ما يلاحظون أن في مربع صغير تحت موجود. بيقول ليه المربع؟ المربع أنه داخله فيه معلومات اللي هي إذا ما عيبت القطعة تقدر ترجعها أو تردها. صح، دي حتة مهمة جدا. أو تقدر تسترجع المبلغ المالي. تمام. المدفوع. تمام، دي حتة مهمة جدا نتعرض لها، لأن دي قانون الغش التجاري 19/2016 اتكلم عنها، واتكلم في عقوبات شديدة جدا مش موجودة في أي قانون تاني. اتكلم في عقوبة بالإضافة للغرامة والحبس، اتكلم في عقوبة اسمها التشهير بالجاني. يعني المحل اللي بيعمل كده بينزل له منشور أو نشرة دورية إن ده محل غاشش تجاري. يعني العقوبة ده أصلا، يعني لو أنا عندي مجرم والمجرم ده سارق مثلا أو قاتل، لا يجوز بأي حال من الأحوال إن أنا أشهر بيه، دي عقوبة أساسا. نعم. يعني المفروض ما أشهرش بيه، يقدر يرفع عليه قضية. بالظبط. لكن القانون بتاع الغش التجاري قال إن من ضمن العقوبات بالإضافة للمصادرة والحبس 2 سنين، المصادرة والعقوبة المالية بتوصل لـ50 مليون كمان، عقوبة اسمها التشهير بالجاني، وده ما فيش إلا في القانون ده بالذات. يعني أنا بقول له خلي بالك من الموقع ده، الموقع ده غشاش تجاري، ده من القانون ده نتعرض له حاليا. تاني حق من الحقوق اللي القانون نص عليها الاختيار الحر للمنتج. ما ينفعش ان انا افرض عليه سلعه واقول له السلعه دي مرتبطه بالسلعه دي، ما ينفعش. نعم. لازم اختار اختيار حر للسلعه، والا دخلت في الايه، في الاحتكار. تمام. بعد كده احترام عادات وتقاليد. المجتمع الاماراتي له عادات وتقاليد في السلع، ما ينفعش اجيب له سلع هي ماشيه في اوروبا، اوكي هي شغاله في اوروبا. نعم. كويس، ما ينفعش تمشي هنا. اوكي، على عجاله. بعد كده الحق في تعويض عادل، لو انا عندي مشكله من سلعه معينه، سلعه سببت لي ضرر، ليه الحق ان انا اخد تعويض عن الضرر ده اللي السلعه سببته لي. خامس حاجة المشاركة في لجان حماية المستهلك، ودي مفتوحة على المستوى الدولة، تقدر أي واحد في الدولة وافد أو مواطن يتقدم باقتراح أو بشكوى أو الآخر. تمام. سادس حاجة الحق في الدعوة القضائية. إذا اللجان سواء كانت اللجنة العليا لحماية المستهلك أو جهاز حماية المستهلك أو قسم حماية المستهلك في الإمارات السبعة، عندك القضاء. لو ده كله ما قدرش يجيب لك حاجة، عندك القضاء تقدر تلجأ له، وكل اللي فات ده في غضون الاتفاقيات الدولية اللي دولة الإمارات متفقة معها. نعم. دكتور خليني أسألك، أنا كوني مستهلك طبعاً أبا أشتري من المزود، في معلومات لازم أنا أحصل عليها. تمام. أو لازم المزود يعطيني هذه المعلومات، شو هي هذه المعلومات اللي لازم أنا أحصل تمام. عليها؟ تمام. دفع عجالة 13 بند برضو كل قانون 12 نص عليهم على صراع على عجالة. أول حاجة الثمن، لازم يكون السلعة لها ثمن. أنا معلش دكتور في الثمن هذا أنا أبا أعطيك، يعني أدري أن الوقت ضيق، لكن أبا يعني حتى المشاهدين الكرام يعرفون، في بعض الأماكن يبيع لك المشروب الغازي بدرهمين أو 3 دراهم. تمام. في الأماكن العادية يبيع لك بدرهم ونص. تمام. فلما أنت تروح تسأل المكان اللي بـ3 دراهم، وصار لي هذا الموقف، راح المسؤول يعني قال ليش تبيع بـ3 دراهم؟ قال أنا من حقي أبيع بـ3 دراهم، أنا كمطعم أنا تسعيرته 3 دراهم، تبغى بدرهم ونص ممكن تروح تاخذها من مكان ثاني. كويس. المثال بتاعك ده رائع جدا، لأن إحنا شغالين حاليا في البلدية على أكثر من 900 حملة تفتيشية على المحلات والمولات والحاجات بخصوص الحتة دي بالذات. لازم أي حد بيبيع أي سلعة يكون عنده قائمة أسعار معتمدة من قسم حماية المستهلك، عدم وجود القائمة دي مخالفتها 5000 درهم. فأنت النهاردة لما تروح تقول لي 3 دراهم، يبقى لازم حماية المستهلك مصرح له بـ3 دراهم لأسباب معينة.
مش اي حد بنصرح له بالسعر ده. يعني مثلا واحد محل ايجاره 18000 درهم في السنه وعنده 3 عمال، ومحل تاني ايجاره 400000 درهم في السنه وعنده 90 عامل، هل يستويان مثلا في بيع السلع؟ لا طبعا. ده مثلا كافي كبير جدا او هيئه السياحه بتاخد منه رسوم، لكن ده محل صغير ما بناخدش منه رسوم اصلا، فده ممكن اديله السلع بدرهم وده اداله ب 3 درهم. لكن اي حد حصل معاه الموقف ده تقدر تشكي عند حمايه المستهلك وتقول له انا عايز اشوف السعر ده مخالف ولا ما. جميل دكتور جميل. بعض السلع اللي هي مستعملة ومجددة ولكن ما فيها عيب، هل القانون يحمي هذه الأشخاص أيضا؟ أيوه صح. هي أنت تتكلم عن الروبشير أو السلع المعاد تصنيعها. نعم. هيئة المواصفات والمقاييس دي اللي احنا أشرنا لها في أول الحلقة معنية بسلعة واحدة لا يجوز إعادة بيعها أبدا، وهي إطارات السيارات. السلع دي نصت عليها في القانون، ولكن في مستعمل اظن السلع دي بس، لكن بيت السلع يجوز ان انا بيعون مستعمل بس حاسبه ما حد. انا اطالع عبد العزيز في مستعمل ولا ما في مستعمل؟ هي بس مش يعني غشني بيعونها الاطارات. هي الاطارات ممنوعه منع ممنوعه فعلا، وعقوبتها 100000 درهم يعني. نعم. دي منصوص عليها في القانون. لكن بيت السلع ممكن اروح اجيب موبايل مستعمل فعلا، لكن اشوف الموبايل ده هل هو غشني. في موبايل في دبي اسمه موبايل ثلاجه، يعني بيبقى الموبايل نفسه معيب وحاطط عليه غلاف او كفر للشركه اللي اعاده تم اعاده التصنيع. أيوة. ده لو قانون غش التجاري انطبق على طول، كان 19 سنه 2016 عقوبه. طيب. من 50000 ل 50 مليون. جميل. وسنتين. نعم. سجن والتشهير اللي احنا اتكلمنا. نعم. دكتور الحين قاعد نشوف اعلانات، قبل كان معروف الناس تشتري بيت او سياره بالاقساط. تمام. لكن الحين يقول لك تعال اشتري موبايل بالاقساط. تمام. خليك دكتور اشتري الكاب، والله كاب يعني. أيوة. غالي اشتري بالاقساط. تمام. لدرجه يعني غير الموبايل والكاب صار يعني لأبسط الأشياء، تعال سافر بالأقساط دكتور. والله أمس أنا شايف إعلان واصل أثث بيتك بالأقساط أو ركب أسنان بعد بنير بالأقساط. دكتور صار المسائل الحين أوكي بالأقساط ما موجود السعر الكامل، هل أقساط 100000؟ طيب لما تبى تدفع الأقساط ما في، كل شيء صار أقساط. أخاف وجبة العشاء بالأقساط الحين، نحن نروح نتعشى فعلاً. في كده فعلاً، ودي موجودة فعلاً، وجبة العشاء بالأقساط موجودة. لكن أي موضوع الأقساط ده، هو المستهلك دائماً بيحب الحاجة الصغيرة. يعني لو قلت لك اشتري ثلاجه ب 1000 درهم هتقول 1000 درهم كتير، لكن لو قلت لك 100 درهم كل شهر 100 درهم قليلين عليا. لكن ايه المعيار في الموضوع ده؟ لان اكون حاطط لك كل البنود اللي في الباب. أيوة. في الاعلان، والا اعتبر اعلان مضلل. والاعلان المضلل يلجا للغش التجاري على طول، 50000 ل 50 مليون وسنتين والتشهير. دكتور لان العديد من المواقع الالكترونيه يقول لك تعال سوي مثلا اركب اسنان فينيرس، ما يقول لك المبلغ كامل شو هو، ولا يقول لك الاقساط كم هي كل شهر. تمام. ولين متى الدفع. تمام. فالشخص ينخدع بهذه الخدعه ويروح يسوي اسنان مثلا بنيرس ويشوف ان المبلغ وايد كبير. احنا بنسمي الشخص ده او المزود ده مخادع استهلاكي، ده بنسميه عندنا. نعم. وعلى طول بعقوبته بتوصل ل 50000 من غير كلام، لان ده مخادع حتى لو كانت القسط بتاعه صغير او المحل بتاعه صغير. والاعلان ده عشان يطلع اصلا لازم يعدي على لجان، منها لجان حمايه المستهلك. اللجنه الرئيسيه لحمايه المستهلك في لجان فرعيه في كل اماره متمثله في اقسام حمايه المستهلك في كل اماره، بيعدي عليها الاعلان الاول. احنا بنراجعه كويس جدا، يعني بنشوف اللغه بتاعته هل فيها غش، بنرفض الاعلان بالشكل كده. لو عمل اعلان من غير ما يرجع لنا ده عقوبته 5000 درهم بالقانون المحلي. جميل. فلازم اي اعلان يمر علينا احنا، لو مر علينا اوكي بنمشيه، مش اوكي بنرفضه. فعلا دكتور في بعض المواقف اللي تصير الكثيرين وصارت لي، ويمكن دكتور ممكن ما تصير لك، يخافون منك هم. في مره نزل اعلان انك انت تاخذ القطعتين بسعر الفلاني، وكان في اماره ثانيه وطلعت انا وصديقي على نروح ناخذه، نروح ناخذ القطعتين هذول. لما وصلنا منك قالوا لا العرض خلص. ايوه تبون تاخذونه ادفع السعر الفلاني وخذه السعر. طيب الاعلان السعر هو الاول اللي بدون العرض، السعر واصل امس ويعني ما قلتوا لنا، والسعر موجود مثلا من تاريخ 20 لتاريخ 1 للشهر اللي دي. قال لي لا الكميه خلصت، عدنا الكميه اللي كويس. دي برضك بترجع لحمايه المستهلك، ايه اللي مكتوب في الاعلان؟ احنا عندنا حاجه اسمها سلعه وحاجه اسمها خدمه. السلعه لازم طالما قال من تاريخ كذا لتاريخ كذا في عرض، لازم ملزم انه يديني السلعه دي مهما حصل، حتى لو نفذت الكميه هيديني السلعة دي في التاريخ ده. يعني مثلا من 1/1/2019 ل 28/2/2019 ده اخري مثلا، فانا ملزم ان انا اوزع السلعة دي في الفترة دي. طيب لو انا خلصت الكمية وانا مش كاتب العبارة اللي جاية دي مهمة جدا، حتى نفذ الكمية مش كاتب العبارة دي لازم اوفرها. طب هي مثلا ب 100 على عرض 50، يبقى انا ملزم ان انا اجيب له السلعة اللي هي ب 100 وادفع انا ال 50 كمستهلك. طب الخدمة، الخدمة لا يجوز فيها ان انا اقول حتى نفذ الكمية. يعني أنا طبيب أسنان مثلا وبعمل أسنان وبقول من شهر كذا لشهر كذا، يبقى أنا ملزم إن أنا أوفي الخدمة دي في الشهر ده. نعم. مهما حصل.
لكن لو كاتب في الإعلان في السلعة حتى نفذ الكمية، يبقى لو نفذت الكمية لا يجوز لك أنت تطلع، لأن أنا كاتب حتى نفذ الكمية. طيب حماية المستهلك شغله في حتة دي على السريع جدا، إن أنا براعي مصلحة المستهلك لو مثلا ما يجيبليش خمس ست أصناف ويعمل لهم عرض يخلصوا في تاني يوم مثلا، لا صح. برفضها، لازم نكون جايب لي كميه كبيره وبشوف البنات بتاعته كامله، بشوفها بشوف هو كم ممكن اطلب منه 50,000 سلعه مثلا. جميل. انزين دكتور، هل يعتبر العربون دفعه اولى للشيء اللي نبغى نشتريه ولا لا؟ ايوه، العربون قواعد العربون تنظمت الحقيقه مش في قانون حمايه المستهلك ولا في لائحه التنفيذ، تنظمت في القانون المدني، تنظمت في القانون المدني اللي هو 5 سنة 85. نعم. ودي كانت حاجه مهمه جدا اللي هي بيسر هنا ايه قواعد العربون. ايه هي قواعد العربون؟ انا كمستهلك وانت مزود، جميل، انا بديك عربون عشان انا فوت عليك فرصه ان انت جبت لي السلعه، فخسرك لو ما خدتهاش العربون. لو انا عدلت انا كمستهلك لا يجوز ان انا اخد العربون. طب انت التاجر المزود لو عدلت ترد لي ضعف العربون الا اذا اتفقنا على حاجه غير كده، لان قواعد العربون يجوز مخالفتها لانها مش من النظام العام، في اتفاق مسبق يعني. أيوة، في اتفاق مسبق، لان اقول لك رجع قواعد، رجع العربون وما تخسرش حاجه. صحيح. اوكي ما فيش مشكله. جدا جميل، شكرا لك دكتور. دكتور السيد جمال عبد الناصر، رئيس قسم حمايه المستهلك في بلديه الفجيره، شكرا لك. الله يبعدنا جميعا عن حمايه المستهلك، تمشي العمليه سلسه ان شاء الله. شكرا لك دكتور، حياك الله، يعطيك العافيه. طبعا الحين عندنا فاصل مروه مشاهدينا الكرام، فاصل بعد راح نواصل، خلوكم ويانا. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7، مكملين وياكم فقرات برنامجنا، والحين بنروح لظاهرة مهمة جدا وهي ظاهرة التبرعات الإلكترونية اللي صارت ظاهرة متفشية في واقع المجتمعات واللي ما نقدر أن نحكم عليها أن الكل فيها كذاب، ولكن بالتأكيد ليس الكل فيها أيضا صادق، لأنها بالحقيقة طريقة جديدة ينبغي الحذر منها ونكون حذرين بالتعامل معها بكل مصداقية. طبعا المهم أن صرحها شرطة أبو ظبي أن جمع التبرعات عبر المواقع الإلكترونية من دون ترخيص تعتبر جريمة قانونية. نبي نعرف تفاصيل أكثر، معنا عبر الهاتف سعادة الرائد سالم مبارك الشمسي، رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية بشرطة أبو ظبي. يا أهلا وسهلا فيك. مرحبا إخواني، الله يسلمك. يا مرحبا وسهلا، يا هلا فيك. سعادتك لو تعرفنا أو عرفنا أكثر والمشاهدين عن موضوع التسول الإلكتروني، شو هو التسول الإلكتروني؟ نعم، التسول الإلكتروني يعني نفس ما أنتم عارفين هو طلب المساعدات المالية أو العينية عبر الوسائل مواقع التواصل الاجتماعي أكثر شيء. نعم. طبعا من خلال نشر قصص وتثير المشاعر الإنسانية للآخرين كالإصابة بالمرض أو الحاجة الماسة، ويعني للأسف أن هذا الكلام يعني غير صحيح. نعم. رائد، خبرنا عن مخاطر عملية التسول الإلكتروني وجمع التبرعات. طبعا القانون الإماراتي حسب المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وضح الشيء هذا على أساس أنها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250,000 ولا تتجاوز 500,000 كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية. يعني القانون وضح الشيء هذا على أساس أنه يكون رادع المنتسب لذا نفسه أنه يأخذ طريقة. نعم. سعادتك في جهات مرخص لها في دولة الإمارات لتقديم المساعدات وبشكل قانوني، لو تذكر لنا هذه الجهات. نعم طال عمرك، دولة الإمارات ما دخلت جهة صغيرة أو كبيرة لتقديم المساعدات المادية والمعنوية بكثرة أنواعها، بحيث تكفي الموعد حاجة سؤال الآخرين. طبعا سؤال الأشخاص يعني مش بالشيء سهل على الناس الطبيعية، ومن خلال هذا الشيء قادة دولة الإمارات المؤسسات الاختصاصية مؤسسات مرخصة رسميا لهذا الغرض الإنساني، سواء على المستوى الفردي أو المستوى الحكومي، وعلى كل من يحتاج المساعدات أنه يكون يعني يمر على المؤسسات الرسمية يعني. فعلا. خبرنا عن الجهود المبذولة من قبل إدارة الشرطة المجتمعية لتوعية المجتمع بمخاطر التسول. طبعا نفس ما انتم عارفين نحن في إدارة الشرطة المجتمعية بقيادة العامة أبو ظبي نسعى في حملاتنا التوعوية والموجهة للجمهور، وكذلك في إصداراتنا المكتوبة ومنصاتنا التوعوية والإلكترونية لتوعية الجمهور بهذه المسألة.
وطبعا تبسيط نصوص القانون لمعالجة هذه السلوكيات يمكن ترتكب بقصد أو بغير قصد حتى لا يتأمل الأفراد التبعات القانونية. نعم سعادتك، في شكاوي طبعا، هل حالات الشكاوي للتسول الإلكتروني في زيادة من نقصان؟ يعني من كثرة الحملات اللي تقومون فيها في ازدياد أو في نقصان الحالات الشكاوي على التسول الإلكتروني؟ والله هو التسول بشكل عام يعني يعد أبشع أنواع الاستغلال النفسي من خلال إثارة مشاعر الآخرين وكسب تعاطفهم تجاه شخص مريض أو عاجز أو محتاج. يعني مثل ما تقول هو الحين صار منحنى آخر للتسول، يعني صار عندنا حين تسول إلكتروني وتسول العادي، وكذلك التسول العادي أنها يشكل إساءة لسمعة الدولة التي أنشأت مؤسسات رسمية تقوم بتنظيم ودائع مؤسسات الأعمال الإنسانية نفسها. صحيح. رائد سالم، خبرنا عن العقوبات المنصوصة في القانون على المتسولين. العقوبة الله يسلمك هي الحبس من شهر إلى 3 سنوات، والغرامة ما تقل عن 250,000 ولا تتجاوز 500,000 درهم. نعم. أو بهاتين العقوبتين. نعم. نعم أكيد. نعم. كنت أنا عبر الهاتف الرائد سالم مبارك الشامسي، رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي. شكرا على مداخلتك وعلى المعلومات اللي زودتنا فيها. مشكورين. يعطيك العافية. حياك الله. مع السلامة. يعطيك العافية. شو عنا يا عبد العزيز؟ طبعا يوم بلا حوادث، الله يجيرنا. نعم. عن الحوادث هي عنوان حملة تطلقها إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وهي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، وأكيد بتطبق في اليوم الأول للعام الدراسي واللي يصادف في 2 سبتمبر، ليكون يوم بلا حوادث مرورية بليغة وبدون وفيات. نشوف فيها بعض هذا التقرير. يوم بلا حوادث حملة مرورية أمنية مجتمعية تحمل صفات كثيرة للحال الأمانة، وتهدف لأهداف كثيرة ومبادئ كثيرة. لذلك هذه الحملة نحن نحرص عليها السنة الثانية على التوالي، تطلقها القيادة العامة لشرطة دبي. لقت نجاح كبير، لقت تفاعل كبير أيضا من المجتمع في العام الماضي وإلى الحمد، ووصلت عدد المساهمين والمشاركين والمتفاعلين في الحملة قرابة 1,000,000. هذا رقم يبشر بالخير، يعطينا انطباع ومؤشر بأن الحملة نجحت بكل المقاييس في فترة زمنية قصيرة. يصل عدد المشاركين إلى قرابة 1,000,000، هذا مؤشر جيد ومؤشر إيجابي بالنسبة لنا. الحملة ببساطة شديدة تحقيق هدف سامي جدا بالنسبة لكل أجهزة الأمن وكل شرائح المجتمع في دبي. للأمانة، هل نستطيع أن نحقق يوم بلا حوادث؟ هذا سؤال دائما نطرحه. أعتقد نستطيع. إذا كان واحد ينتظر الإجابة، نحن نقول نستطيع أن نحقق يوم بلا حوادث. هذا تحدي نسعى من المجتمع أن يشارك هذا التحدي ولتحقيق هذا الهدف. نستطيع باتباع القوانين، احترام القوانين، كل أطياف المجتمع، كل شرائح المجتمع يكون يتبعون المنهج أو الشعار اللي دائما نطلقنا. نحن دائما نقول السواقة فن وذوق وأخلاق، ولذلك نتمنى أن الجميع يساهم لتحقيق هذا الهدف المروري أو المجتمعي والأمني السامي. هذه الحملة طبعا تم إطلاقها في أول يوم افتتاح مدارس، لسبب أن في هذا اليوم طبعا كل العوائل وكل الطلبة وكل الناس تقريبا برا بيوتهم، اللي وصل بنته واللي وصل ولده وصل عياله في نفس المدارس، فتحصل الشوارع مكتظة. فسوينا هذه مبادرة طيبة توجيهات من سعادة القائد العام، أن هذا اليوم مخصص تعهد لكل الشرائح المجتمع أنهم يتقيدون، فتكون قيادة المركبات والسيارات طبق القوانين والنظم المعمولة، وأن ما يرتكبون أي مخالفة ولا حادث مروري. هذا طبعا يعتبر بحد ذاته تحدي، وتم إطلاق الحملة في سنة 2018 ولاقت استحسان، حقيقة استحسان كبير عن طريق عدد المشاركين ومسجلين في هذه الحملة عن طريق الرابط، قرابة 1,000,000 تقريبا. اثنين، لاحظنا من بعض المؤشرات اللي موجودة من خلال الرجوع إلى الإحصائيات أن فيه فعلا في التزام، في نزول في المخالفات المرورية وكذلك في الحوادث المرورية سواء كانت بسيطة أو متوسطة أو بليغة.
طبعا عودة المدارس راح تكون إن شاء الله تاريخ 25 الله. أعتقد إن شاء الله ما يكون في حوادث وبداية سنة دراسية سعيدة. آمين يا رب كلمة. إن شاء الله على الجميع يا رب إن شاء الله. اللي ويعني طبعا يوم السبت إن شاء الله تعالى راح يكون في ورشة عمل بعنوان ورشة بعنوان التدقيق اللغوي أسسه ومهاراته، والتي كانت والتي راح تكون بتنظيم من مركز جمعة الماجد. طبعا اللغة العربية هي أقدم اللغات التي ما زالت تتمتع بخصائصها المميزة مع الاستطاعة في التعبير عن مدارك العلم المختلفة. إن للتدقيق اللغوي أهمية كبيرة في جميع المراحل، يعني في جميع الأمور اللي نستخدمها، يعني من خلال العمل وغيرها من الأمور اللي محتاجينها نحن في اللغة العربية في الرسائل وغيرها من أمور كثيرة مرة. أكيد يا عبد العزيز. والحين أكيد بنرحب ويا ضيفنا في الاستوديو البروفيسور وافي حاج ماجد، خبير مجمعي ومستشار لغوي في اتحاد الجامعات العربية. أهلا ومرحب فيك بروفيسور. أهلا وسهلا فيكم، نورتنا. منور بأهله الطيبين وإمارة الفجيرة الراقية. نعم. وقناة الفجيرة الفضائية التي أشكرها على هذه الفرصة التي تتيح لنا الحديث عن اللغة العربية وبعض جوانبها الهامة. نعم بروفيسور، خبرنا بداية عن ورشة العمل اللي كانت أو اللي بتصير في يوم السبت إن شاء الله عندكم. نعم. بعنوان التدقيق اللغوي أسسه ومهاراته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث عن التدقيق اللغوي في اللغة العربية لا ينفصل عن الحديث عن اللغة العربية. نعم. عندما نتحدث عن اللغة العربية كما أشرتم في المقدمة، نتحدث عن واحدة من أقدم اللغات اليوم باعتراف اللغويين، بل إن العربية هي أقدم لغة إلى اليوم حافظت على ثبات حروفها وقواعدها واستعاراتها وبلاغتها. نعم. ويأتي التدقيق اللغوي واجهة مهمة في عصر العولمة وعصر تلاقح الحضارات. اليوم هناك مفاهيم مغلوطة عن التدقيق اللغوي والمدقق اللغوي. أحيانا ينظر إلى التدقيق وكأنه عملية ترصد أو أنه السيف المسلط على آثار ونتائج الإعلامي والصحفي والمثقف والأديب. لا، التدقيق هو مرآة الحضارة، مرآة الإنتاج. نعم. اليوم نحن بحاجة إلى أن ننطلق في إلى العالم بلغة خالية من الأخطاء. فعلا. لا بنتاج مشوه نقدمه للأجيال ونقول إننا نريد نشر الاعتزاز. فعلا. باللغة العربية. وتعكس أيضا ثقافة الشخص نفسه اللغة العربية، يعني تحس إن هذا الشخص قارئ ولا مو بقارئ ولا بعمره ما فتح كتاب. نعم. صحيح. وحقيقة نحن نمارس يوميا عمليات تدقيق مختلفة في صور شتى. يعني في البيت عندنا تدقيق في ترتيب وتنظيم المنزل. صحيح. في قيادة السيارة، في الصناعات، المبرمج، المهندس، الطبيب، الخياط، هناك تدقيق. فلماذا نبخل على إنتاجنا اللغوي والصحفي بهذا التدقيق الذي هو يزيد الإنتاج عطاء وبهاء؟ بالنسبة لهذه الورشة التي يقيمها مركز جمعة الماجد، هذا المركز الثقافي المهم في إمارة دبي، وأوجه لهم من منبركم الكريم التحية. حقيقة هذا المركز أتاح الفرص للعديد من الخبراء والمدربين، ولهم شكر كبير على ما قدموه في الحضارة العربية والإسهامات الثقافية المتعددة. هذه الورشة جاءت لتخدم قضية مهمة، وهي إعادة تمحور الشباب حول الاعتزاز بلغتهم، وهي أيضا تعكس الجانب من الخطوات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في النهوض باللغة العربية ونشر ثقافة الاعتزاز بلغتنا الجميلة. نعم. سعادتك سعادة الدكتور، لو نتكلم الورشة هذه لمن؟ يعني ممكن ناس، ممكن يكونوا ناس بسطاء في عمل إداري، ولا يكون مهندس أو دكتور، هل يدخل هذه الدورة ولا هي دورة مخصصة فقط مثل ما أقول لك المهتمين في هذا المجال؟ نعم. المقصود بالدورة أو الفئة المستهدفة بهذه الدورة تتناول عدة شرائح. لنفهم ذلك، حقيقة التدقيق مستويان، هناك تدقيق ذاتي وتدقيق خارجي. نعم. الذي مهنته أنه يدقق تدقيقا خارجيا في الإعلام، يعني كل وسيلة إعلامية كما تعلمون، صحيفة أو تلفزيون، هناك مدقق يتابع الإنتاج. لكن هناك تدقيق ذاتي بحاجة إليه الشخص، سواء كان كاتبا أو أديبا أو صحفيا أو شاعرا، يحتاج إلى معرفة مهارات معينة لينتج إنتاجا جيدا بقلمه هو.
فالتدقيق الذاتي مهم، التدقيق الخارجي أيضا مهم، فالورشة التدريبية الفئة المستهدفة فيها ليست محصورة بخبراء معينين، إنما شريحة أوسع من ذلك. بروفيسور، خبرنا شو أهمية اللغة العربية في سوق العمل والحقل الأكاديمي؟ نعم، اليوم بالنسبة للغة العربية عندما تحدثت قبل قليل عن واقع نعيشه اليوم وهو عصر العولمة الذي تذوب فيه الثقافات، عصر ذوبان الحضارات والثقافات، مهندسو العولمة شاهدوا وجود مزية في اللغة العربية أنها الأكثر ثباتاً بين أقرانها من اللغات. نعم. وهناك إقبال متزايد على اللغة العربية في الغرب، من أمريكا إلى كندا، سويسرا، حتى الشرق، في روسيا، في اليابان، في كوريا. الكثيرون لا يعلمون أن كوريا الجنوبية في سيئول 7 جامعات في كوريا الجنوبية وضعت امتحان تحديد مستوى للدخول للغة العربية، لمن للطالب عندما يأتيه القبول ليدرس أي اختصاص هناك مجال ليقوم بامتحان كالتوفل، يعني التوفل العربي. نعم. بصورة مصغرة. في الدول العربية بروفيسور مش موجود هذا الشيء حقيقة. بدأت الفكرة في جامعة الإمارات في العين، بدأ هذا الأمر، هناك نشاط، أيضا هناك عند سمو الشيخ محمد الراشد أيضا هذا المشروع قائم، في عدد من في الأردن في يوجد هذا الأمر، ولكن اللافت أن يقوم به غير العرب. في روسيا يوجد أولمبياد اللغة العربية، أولمبياد اللغة العربية. في أمريكا في آخر عهد أوباما تم في بعض الولايات إقرار اللغة العربية قانون إلزامي، أن اللغة العربية تدرس كلغة ثانية. بيل جيتس معروف يقول لو كنت أتحسر على شيء في حياتي فاتني أنني لم أتعلم اللغة العربية. سلام. فالشواهد كثيرة يضيق عنها الوقت. أمام كل هذا كان لابد من مبادرات حقيقية تعيد إلى الناس الاهتمام باللغة العربية، وأنها ليست فقط خاصة أو حكرا على الخبراء. اللغة العربية قدمت لنا الكثير، فماذا قدمنا لها؟ هي مسؤولية الفرد ومسؤولية المجتمع. نعم. بروفيسور، خليني نرجع نسألك عن التدقيق، نبغى نعرف أنواع التدقيق. نعم. هل هناك أنواع للتدقيق دكتور بروفيسور؟ نعم. التدقيق نوعان أو أكثر، لكن هناك نوعان أساسيان: تدقيق إلكتروني وهو الآن يتنامى مع العصر، والأصل هو التدقيق الورقي وهو الأساس، وحتى هو الأساس قبل التدقيق الإلكتروني. عملية التدقيق مهمة، أن يعرف الشخص، يعني أن نعرف التدقيق كتعريف جامع عام، هو مراجعة نص لرصد ما فيه من أخطاء واقتراح معالجتها. نعم. وهذا من يستغني عنه؟ بالعكس، الاستغناء عن التدقيق هو إهمال، وسيورثنا مشاكل متعددة يصعب بعد ذلك إصلاحها. نعم. إنزين، شو هي أنواع التدقيق اللغوي ومجالاته؟ مجالات التدقيق، إذا عرفنا أنه يوجد تدقيق إلكتروني وتدقيق ورقي. نعم. المجالات كثيرة، يعني الإعلام يحتاج إلى تدقيق. نعم. الجرائد، الصحف قبل أن تخرج إلى أيدي القراء هناك لجنة مدققين. نعم. عدد من البرامج التلفزيونية هناك مدققون لنشرات الأخبار، صحيح، وقبل نشر كتاب إلى آخره. فهناك مجالان إنجاز التعبير: مجال إعلامي خاص ومجال أكاديمي. مهم جدا في رسائل الماجستير، الدكتوراه، أبحاث التخرج، البحث العلمي، لابد من تدقيق ذاتي وتدقيق أيضا أكاديمي. نحن في الجامعة العالمية في بيروت، وأنا رئيس قسم اللغة العربية فيها، كنا أولينا هذا الأمر جانبا مهما، لأنه حقيقة أنا على اطلاع بمناهج التعليم في جامعات الوطن العربي، لا توجد مادة للتدقيق اللغوي ضمن المناهج والبرامج في كثير من الجامعات. نحن أدخلنا وأدرجنا في البكالوريوس، في برنامج البكالوريوس الإجازة، هذا الأمر، التدقيق اللغوي، ونتدرج فيه. واليوم عندنا تطوير جديد أيضا أدخلنا وحسننا فيه، حتى أن مجمع اللغة العربية في الأردن في تقرير له قبل عدة سنوات أشاد بدور الجامعة العالمية ومناهجها. نعم. على مستوى الجامعات الشرق الأوسط. بروفيسور، اليوم قاعد نشوف كثير من المؤسسات وفيها أخطاء إملائية، حتى بعض المؤسسات اللي كل معاملاتها باللغة العربية. نعم. وهي تعتمد على اللغة العربية. صحيح. وبعض الإعلانات أيضا.
هي بعض الإعلانات التجارية فعلا هي أيضا. إعلانات تجارية ممكن يكونون أصحابها أجانب لكن ما نلومهم، لكن بعض المؤسسات يعني ممكن تكون مؤسسات وطنية مؤسسات عربية تعمل في دول يعني تكون عربية وتعتمد اعتماد كلي على اللغة العربية تكون فيها أخطاء إملائية يلاحظها الشخص البسيط اللي مثلي يعني مش المدقق. صدقت، أنت فتحت بابا يعني يسعنا أن نتكلم فيه حتى الصباح وباب طريف في الحقيقة. نعم هناك أخطاء قد تكون خفية لكن هناك أخطاء فاقعة ظاهرة وهي صارت ظاهرة يعني لا يسعنا السكوت عنها، خصوصا عندما تكون في يعني مؤسسات كما ذكرت يعني هي يعني تقوم بالإعلان للغة العربية أو مؤسسات لغوية، هذه مشكلة. هذه الأخطاء تجدها في كثير من الإعلانات في بعض الملصقات الجدارية وغيرها وجهات المحال، هذه مشكلة. حتى في الكتابة الإملائية هناك أخطاء كثيرة، يعني أعطيكم مثلا كلمة إن شاء الله صحيح فكثيرون يكتبونها ألف نون شين، يلصقون النون بالشين، كلمة إن شاء غير إن الشرطية إن شاء الله، المعنى يختلف، الإنشاء شيء وإذا شاء شيء آخر، فهذا خطأ متكرر. لذلك هذه المشكلة لابد لها من علاج، هناك آليات معينة مهارات معينة لابد لها لاستقامة الأمر. اليوم وهذا أمر مهم وأنا أشكر يعني القناة أن أتاحت هذه الفرصة، كثيرون يعقدون مؤتمرات لعلاج الأخطاء الموجودة في المجتمع وتخرج المؤتمرات بتوصيات، والتوصيات تطبع طباعة فاخرة وجميلة وتوضع في الأدراج والرفوف ولا تطبق، لكن هذه مسؤولية منو؟ عندما يأتي صاحب القرار السياسي وأصحاب الشأن العام في البلاد بترجمة أو العناية بهذه التوصيات ساعتئذ تترجم إلى واقع عملي، وهنا تأتي أهمية هذه الورشة من مؤسسة كمؤسسة جمع الماجد أو مبادرات سمو الشيخ محمد بن راشد أو غيره، هذه تعطي مجالا للأمل في العلاج والتطبيق. الورشة هي راح تكون إن شاء الله تعالى يوم السبت بروفيسور، يوم السبت صحيح من الساعة 9 صباحا حتى 1، نعم يستطيع الجميع المشاركة فيها إن شاء الله. أهلا وسهلا، يعني تنسقون مع إدارة الجمعية المركز الماجد. نعم لأن المقاعد محدودة والمقاعد يعني أعداد محصورة يعني من لم يسجل بعد فليبادر إلى ذلك. وأختم بالقول بالنسبة لهذا الأمر، التدقيق هو وسيلة صحة، المدقق هو كالطبيب، والبلسم الشافي لما نعانيه من كثير من الإشكاليات. هذا التدقيق كان قديما، وبالمناسبة الاسم القديم للتدقيق أو المدقق تعرف ماذا كانوا يسمونه؟ ماذا؟ المتأمل، كان يعين من الحاكم في الماضي فلان متأمل لغوي يعني مدقق لغوي، شوف يعني اسم لطيف متأمل صحيح. نعم. لطيف ويدل على أن المدقق اللغوي يعيش متعة في التدقيق اللغوي صح؟ نعم، ولا بد أن يكون تأمل. عند المدقق يعني قد سؤال كما يقال يطرح، ما هي صفات المدقق الناجح؟ نعم. هناك أربعة أركان لابد منها، التمكن في علوم اللغة العربية، لا يكفي فقط الحماسة لأجل التصحيح وهو فقير من الموروث اللغوي، التمكن في النحو والصرف والإملاء والكتابة. ثانيا الثقافة العامة، يعني هناك أمور غير مقبولة يعني لابد أن يكون عنده ثقافة. ثم دقة الملاحظة وهذا مهم جدا، بعض الناس ينظر في الصفحة فيها يمكن 10 أخطاء لا يراها مع أنه أستاذ في اللغة فعلا، لأن مش في لابد من التركيز الذهني يعني خلاص أغلق جهازك المحمول وتفرغ للتدقيق بعناية. والأمر الرابع والمهم أن لا يكون عنده رهاب ووسواس أنني ما زالت توجد أخطاء لم أكتشفها. يا أخي أنت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بروفيسور نحن نخليها هذه للورشة للناس علشان نقدر نحضر. أهلا وسهلا، شكرا لك البروفيسور وفي حاج ماجد خبير مجمعي ومستشار لغوي في اتحاد الجامعات العربية، شكرا لك. أهلا وسهلا، حياكم الله وحياكم حيا قناتك. شكرا لكم. طبعا فاصل مشاهدي الكرام راح نواصل، خلوكم ويانا. شكرا لك. من
جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7، مكملين وياكم فقراتنا، والحين بروح لمعرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية لعام 2019 في دورته 17، واللي بتكون في الفترة ما بين 27 لين 31 أغسطس الجاري. طبعا بنعرف مزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف مباشرة معالي ماجد علي المنصوري، رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والأمين العام لنادي صقاري الإمارات ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية. أهلا وسهلا. الله يحييك أخوي عبد العزيز، يا مرحبا. يا مرحبا سعادتك. لو معليك لو تعطينا نبذة عن معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية. المعرض طبعا انطلق 2003 بتوجيهات من مغفور الله يرحمه الوالد الشيخ زايد رحمه الله، واستمر من وقتها وكان في نمو الحمد لله مستمر الحمد لله. السنه هذه ان شاء الله الدوره 17 راح تكون دوره متميزه، لان عدد العارضين اكثر، المساحات اكبر، التنوع اكثر، ايضا السنه صار يعني افتتاح او صار تراخيص رسمية أن المواطن ممكن يستلم سلاحه أثناء معرض الصيد. كان هذا بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه. فالحمد لله يعني السنة راح تكون سنة متميزة جدا، عندنا حوالي 50 فعالية للأسر والأطفال والعوائل. أيضا عندنا السنة الشركات الوطنية هي أكبر عدد إن شاء الله، صنع 221 كلهم شباب إماراتيين الحمد لله، على مدار السنوات استطاعوا أنهم يأسسون شركات وأصبحوا هم المعلم لهذا المعرض. خبرنا شو سبب تغير موعد المعرض كما هو المعتاد في نهاية سبتمبر؟ صحيح، هي السنة يعني سنة إن شاء الله راح تكون هي أول سنة تجريبية. نعم. لأن السنة دخلنا فيها مزاد الطيور، فعندنا حوالي أكثر من 10 مزارع راح تعرض صقورها في المعرض. نعم. ومثل ما أنتم عارفين أن هالطيور دائما يشترون طيورهم شهر 8. نعم. فنحن حاولنا أن السنة نسوي تجربة أن ندخل مزاد الطيور، فقدمنا المدة الفترة هذه، بس إن شاء الله من السنوات القادمة راح يرجع مثل ما كان المعرض، لأن مزاد الطيور راح يكون في شهر 8 بس قبل المعرض. إن شاء الله. سعادتك ذكرت في فعاليات خاصة للأطفال والأسر راح تكون موجودة في المعرض، ليش في تركيز السنة هذه على الأسرة والأطفال غير عن السنوات اللي طافت؟ لأن السنة يعني قبل بدء في المدارس، فنحن حاولنا أن نسوي وايد أنشطة للعوائل، منها راح يكون في فنانين إماراتيين يعطون دورات في الرسم والفن، أيضا راح يكون في الرماية السهم والسلاح، طريقة تفكيك السلاح وتركيبه، أيضا تعليم الصقارة، شل الطير، تربيب، أيضا راح يكون في أشياء حرفية إماراتية تراثية. فعندنا 27 جهة إمارات يعني وطنية مشاركة في هذا المعرض من مختلف دول الإمارات. نعم. هذول كلهم راح يكون لهم برامج تعليمية إن شاء الله في الأرينا. نعم. اللي هي المكان المتخصص للمخصص للتعليم والتوعية. خبرنا أكثر عن قرار السماح بشراء الأسلحة لغير المواطنين في المعرض على مشاركة شركات السلاح العالمية. طبعا السنة زادت شركات السلاح، لأن من العام الماضي كان في توجيه أن التسريع في 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 تسليم السلاح للمواطنين، بعدها جاء التوجيه أن أي حد ممكن يشتري. طبعا وزارة الداخلية مشكورة مع شرطة أبو ظبي، مع الأمن الوطني، مع وزارة الدفاع، حضرنا اجتماعات في المملكة العربية السعودية والكويت. نعم. فاتفقنا مع الأخوان في دول مجلس التعاون أن ممكن يسمحون لأبناء مجلس التعاون أيضا بالشراء. نعم. وأيضا أي حد ممكن يحصل على موافقة من دولته عن طريق ويجي عن طريق سفارة دولته ممكن يشتري يقتني السلاح، وزارة الداخلية في دولة الإمارات راح تسلم هذا السلاح إلى الجهة المسؤولة في الدولة الثانية. نعم. ممتاز جدا. كنت ويانا عبر الهاتف معالي ماجد علي المنصوري، رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والأمين العام لنادي صقاري الإمارات ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية. شكرا على المعلومات اللي زودتنا فيها ويعطيكم العافية. الله يحييكم، يا مرحبا. يعطيك العافية. مشاهدينا بننتقل لفاصل سريع عقبها مكملين وياكم برنامج 7 على 7، خليكم ويانا.
وذكرهم. سنسعى جاهدين لزرع الخير في ربوع المجتمع حتى نحصد الجميل اليانع الذي يسر العين من خلال زرع الابتسامة، صلة الرحم، حب الوطن، زرع الفضيلة. شرائح المجتمع بأسرها لهم منا السلام، ندعو للفضيلة، ندعو للإحسان، ندعو للابتسامة التي هي مفتاح للقلوب. الابتسامة هي السحر الحلال الذي تستطيع من خلاله أن تأسر قلوب الناس، فإذا تحققت الابتسامة شاع الخير في المجتمع، وهذا الذي نريد. حياكم الله مشاهدين الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. أنا حاب أسأل مروة، أنت يعني قرب الشتاء، شو الأمور اللي تسوينها في الشتاء إن شاء الله؟ والأماكن اللي تروحينها؟ أماكن ما أعرف والله الصراحة، يعني كل سنة تتغير، يعني نحب التغيير. شوفي، ممكن من أجمل الأماكن اللي ممكن تزورينها أنت في دولة الإمارات في الشتاء خورفكان. نعم فعلا، صحيح. لما قالوا عنها عروس الساحل الشرقي فعلا. يعني هي مش عروس الساحل الشرقي، هي عروس العالم كلها. أنا توقعت على فكرة من الجمال اللي موجود في خورفكان، من جمال مدنها وغيرها. فعلا طبعا بنعرف أكثر عن إنجاز طريق خورفكان الغربي خلال عام 2020. للمزيد من التفاصيل معنا في الاستوديو المهندس عبد العزيز المصوري، مدير مشاريع الطرق في المنطقة الشرقية. أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا. هلا أخوي. يا هلا مرحبا. يا مرحبا. كيف الأمور إن شاء الله؟ طيب. الله يحفظك ولنا. الله يسلمك. إحنا دوما ومروة كنا نتكلم عن خورفكان، هي مدينة لا. جميلة جدا يعني. صحيح. خورفكان تعتبر وجهة سياحية لكثير، نعم، من السواح يرتادونها في الصيف والشتاء. إن شاء الله. فعلا. نعم صحيح. لو تعطينا نبدأ عن إنجاز طريق خورفكان الغربي خلال عام 2020. نحن في وزارة تطوير البنية التحتية نقوم كثير من المشاريع ضمن رؤية الإمارات 2021 وضمن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات. طبعا تنفيذ هذا عسبة أن نوفر متطلبات ومؤشرات جودة الطرق. نعم. واحد المشاريع المهمة اللي ننفذها الحين مشروع خورفكان الغربي. مشروع خورفكان الغربي تكلفته تجاوز 170 مليون درهم، يربط مناطق خورفكان بشكل دائري بحيث أنه يسهل الحركة المرورية ويقلل من الازدحام. خبرنا عن النبذة عن الوصلتين للطريق. في البداية بالنسبة للوصلة، الطريق طوله 5.5 كيلومتر. نعم. طريق مزدوج بحارتين، مزود بجميع الخدمات المطلوبة للطرق حسب المواصفات العالمية. نعم. الإنارة والوصلتين الموجودات هي تسهيل عملية الدخول والخروج للطريق. جميل. للسكان الموجودين داخل المدينة. جميل. بحيث أنه ممكن يوصلون إلى الطرق الخارجية باتجاه الشارقة ودبي بسهولة بدون الدخول في الازدحامات الداخلية للمدينة. جميل جدا. القوة اللي ممكن تضيفها هذه الطرق اقتصاديا لمدينة خورفكان. نحن إذا نتكلم عن المنطقة الشرقية بشكل عام. وخورفكان تعتبر مدينة من المدن الموجودة، وإمارة الفجيرة موجودة، فطبعا وجود موانئ على الساحل الشرقي، اللي الساحل الشرقي هو يتكون طبعا من يطل على بحر عمان وعلى المحيط الهندي، فهذا يتطلب عملية وجود طرق وبشكل يعني كبير تسهل الوصول لها بشكل سريع، وهذا اللي هو تبع الوزارة، عملية الانسيابية، سهولة الوصول للمناطق هذه وربط الموانئ والمطارات. نعم. كل ما سهلت الأمور هذه كل ما صار جذب للأمور الاقتصادية والشركات العالمية الخارجية. نعم. خبرنا عن مدى تأثير هذه الطرق في تقوية الأواصر الاجتماعية لسكان المناطق. نعم، أنتوا قبل شوي كنت تكلمون عن موضوع اللي هو الزيارات. نعم. فكل ما تسهلت وجود الطرق هذه وسهولة العبور فيها فعلا بدون المرور بالمدن بشكل مباشر، طبعا بتشجع الناس على الوصول الى المناطق السياحيه الموجوده. وطبعا خورفكان تعتبر الحين مرتبطه بطريقين، الطريق اللي هو الغربي بحيث ان احنا نتفادى الازدحامات الداخليه في المدينه، وجزاه الله خير والدنا الشيخ سلطان يعني انجز الطريق خورفكان الجديد اللي يعتبر رافد للطريق، بيكون مرتبط فيه، فبيسهل عمليه الوصول والمرور من خلال المدينه بشكل سلس وسهل ان شاء الله. نعم. بنكمل حوارنا وياك لكن بنروح فاصل سريع وراجع لكم لبرنامج 7 على 7. خليكم ويانا.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل ونكمل حوارنا مع سعادة المهندس عبد العزيز المنصوري مدير مشاريع الطرق في المنطقة الشرقية. أهلا وسهلا فيكم. يا مرحبا بكم. يا وسهلا. ليش يعتبر هذا الطريق يعني استراتيجي وحيوي لشبكة الطرق في الدولة؟ الطريق هذا تعرف مثل ما تكلمنا سابقا يعني يربط إمارة الفجيرة بشكل يعني دائري بحيث انه ما يدخل داخل المدينه والحركه المروريه والازدحامات المروريه. أوكي. ويعدي من بدايه خورفكان الين ما ينزلك على طريق الاي 99 نسميه نحن، مرورا بمنطقه الحراي في اماره الشارجه، وبعد ذلك يكمل باتجاه البديه والدبا، فبذلك تفاديت الازدحامات المروريه الداخلي داخل المدينه. نعم. يعني الانسان نعم. الشخص المتجه من الفجيره نعم. بيروح لدبا نعم. قبل كان يضطر انه يدخل لمدينه خورفكان يكون في ازدحام، الحين في طريق سريع خلص انه راح نعم. يدخل من خورفكان نعم. والطريق مباشر راح ينزله نعم. على بديه نعم. صحيح. خبرنا عن المعايير المتبعه في تصميم طريق خورفكان الغربي. نحن في وزاره تطوير البنيه التحتيه نتبع اخر المعايير والمقاييس العالميه في التصميم نعم. فبدايه المشروع عملنا بعض الاختبارات الجيوفيزيائية للمنطقة لتحديد نوعية الصخور، حتى بعض هذه الاختبارات يعني بالتعاون طبعا مع جامعة الإمارات نعم. وصلنا لأعماق 90 متر ما شاء الله. نعم، على سبتنا نشوف شو الطبقات الموجودة بالنسبة للمنطقة هاي. ليش؟ هذا بيوفر لنا معلومات من ناحية القطع والعملية الردم، لأن عملية اللي هو إنشاء الطرق تعتمد على هذه الفاكتورين الاثنين. صحيح. فكميات مهولة، لأن احنا نشتغل في منطقة جبلية وعرة، فتقريبا 5 مليون متر مكعب من المواد الردم والطمر اللي استخدمناها في الطريق. يعني حتى الأطوال الجدر الاستنادية يمكن شفتوها انتم، تعتبر يعني بشكل كبير عالية تقريبا، يعني مش يعني واصل لمراحل بحيث ان تشوفها تبان ان الطريق بيكون مرتفع نعم. بس راعينا فيه بحيث امور السلامة بالنسبة للطرق تكون نعم السلامة العالمية المتبعة في مشاريع الطرق. جميل. نعم. المعايير اللي انت تتبعونها في تصميم طريق خورفكان الغربي، دوما نحن نشوف اهتمام والدنا صاحب سمو الشيخ سلطان يهتم في تفاصيل جماليه، يعني صحيح. غير التفاصيل الجماليه اللي تهتمون فيها في طريق خورفكان الغربي، المعايير الهندسيه وغيرها من المعايير. بالنسبه للمعايير الهندسيه مثل ما تكلمنا سابقا نحن الطريق هذا نتبع فيه المعايير الهندسيه. المعايير الهندسيه جاوبت عليها، في نعم. معايير ثانيه راح تكون معايير طبعا الحين توجه الدوله وحسب الأجندة الوطنية المتبعة نتبعها نحن في وزارة التطوير البنية، ودعم وتوجيه من معالي وزير التطوير البنية التحتية الدكتور عبد الله بن حيفة النعيمي، يعني أن احنا نتبع آخر ما توصل له يعني العلم أو الدول اللي استسبقنا في موضوع الاستخدامات من مواد من ستاندرز عالمي. تكثر كثير الزيارات لبعض الدول، استخدام مثلا الطاقة المستدامة، عملية احنا في التحويلات بعض التحويلات المرورية ممكن تلاحظوها في الفجر استخدمنا الطاقة الشمسية في التحويلات المرورية، وهذه أول مرة نستخدمها نحن في مشاريعنا نحن هنا. وبعد لأن أنت في فترة الإنشاء ممكن تضطر أنك تقطع الكهرباء عن بعض الطرق الموجودة، فنستخدم طبعا المواد اللي هي آخر مواد جديدة في العالم نجربها. عندنا أسبوع في الوزارة تتبناها الوزارة سنويا، أسبوع الابتكار ندعو فيه الشركات العالمية لطرح المنتجات الجديدة، تجريبها في المشاريع بشكل دوري، وبعد ذلك اعتمادها. نعم. نورتنا المهندس عبد العزيز المنصوري مدير مشاريع الطرق في المنطقة الشرقية في استوديو 7 على 7. يعطيك العافية، جزاكم الله خير، توفيق إن شاء الله، برنامج مميز. شكرا لك. الله يحفظك. مرحبا، حياك الله. طبعا وصلنا لختام حلقة اليوم، شكرا لك مروان. يعطيك العافية عبد العزيز، وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، ونترياكم باكر إن شاء الله في نفس الموعد في أمان الله.